بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. اللي قدامنا سؤال بيتكلم عن جسم كتلته 1 كيلو جرام، كتلة 1 كيلو جرام. الجسم ده يقع تحت تأثير قوة ق1 و ق2 و ق3، والجسم بيتحرك تحت تأثير هذه القوة، وفي إزاحة. متجه الإزاحة عندي الفاء بتساوي لو عملناها كزوج مرتب نون تربيع فاصلة 2 نون تربيع ناقص نون متجه صاد. فهو طالب مني قيمة الثابتين ألف وباء. طريقة حل السؤال ده في فكرتها ايه؟ ان انت هنشتق ده الفاء، نجيب ده الفاء على ده النون، طبعا ده هيبقى متجه الايه؟ السرعة، فهيبقى 2 نون و4 نون ناقص 1. وبعدين نشتق تاني، نجيب العجلة اللي هي ده العين على ده النون، فهتبقى 2.4. وبعدين نجيب العجلة نضربها في الكتلة، كتلة في العجلة، كتلة بواحد، يبقى 1 ضرب 2.4 هتطلع في الآخر 2.4 اللي هي القوة في الآخر. طيب، وفي الحالة ديت نجيب بقى محصلة القوة. محصلة القوة عندي ازاي؟ نجمع السينات كلها والصادات كلها. السينات كلها هتبقى باء، وفي 2 وفي سالب 3، يعني باء زائد 2 ناقص 3، ده بالنسبة للسيني. وبالنسبة للصادي 2 و1 وألف، 2 زائد 1 زائد ألف، فهتبقى بتساوي في الآخر باء ناقص 1.3 زائد ألف. وطبعا هناخد هذه القوة نسويها بالقوة دي، هنسوي السينات بالسينات، فتبقى باء ناقص 1 هتساوي 2، ومنها هتطلع الباء بتساوي 3، وتلاتة زائد ألف هتساوي 4، ومنها تطلع الألف هتساوي 1. يبقى أنا جبت الباء بتلاتة والألف بواحد، كده احنا جبنا الألف والإيه والباء. بعد كده طلب مني الشغل المبذول من محصلة القوة خلال الثواني العشر الأولى. يبقى احنا بنجيب الشغل المبذول عندما نون بعشرة. طب الشغل المبذول بيجاب ازاي؟ القاف اللي هي 2.4 ضرب قياسي الايه؟ المسافة اللي هي نون تربيع فاصلة 2 نون تربيع ناقص نون. يلا نضرب الأولاني في الأولاني، يبقى 2 نون تربيع زائد 4.8 نون تربيع ناقص 4 نون هتساوي 10 نون تربيع ناقص 4 نون. هنشيل النون، لما نحط النون بعشرة هنقول له كده بقى شين عندما النون بتساوي 10 هتساوي 10 × 2 ناقص 4 ضرب 10، هيبقى هنا 100 ألف ناقص 40 تطلع 960 طبعا جول. وبعدين نجيب الشين لما تبقى النون بتساوي 0، يبقى هنحط النون بصفر وهتطلع بصفر. يبقى لما نجيب الشغل المبذول خلال العشر نون خلال العشر الثواني العشر الأولى، يبقى دي معناها شين لما تبقى النون بعشرة ناقص الشين لما تبقى النون بصفر، فتطلع في الآخر 960 ناقص 0. 960 ناقص 0 هتساوي 960 جول. أتمنى أنك تكونوا فهمتوا طريقة حل السؤال. استنوني في السؤال القادم في التوقعات والمراجعات.